ومع هذا كله فالصف الأول أفضل من حيث الصلاة، أفضل من الروضة. ولذا ما يفعله بعض الناس من البقاء في الروضة والناس سيصلون وهناك صفوف متقدمة فإنه أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتم الصف الأول فالأول، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه لو يعلم كما في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعون عليه، لاستهموا عليه.